زي ما متعودين مع حضراتكم في نفس التوقيت ده كل يوم بنتابع نبض مدينة العالمين الجديدة، بنشوف ايه الجديد، لانه حقيقي ما بين ساعة والتانية بيكون في جديد. معانا زميلنا طارق احمد مراسل سي بي سي من قلب العالمين الجديدة، يقول لنا ايه الاخبار النهاردة وايه المتوقع النهاردة وبكرة او على مدار الايام القليلة اللي جاية. مساء الخير يا طارق. مساء الخير مرة تانية، ومن نقطة جديدة في مدينة العالمين الجديدة بحييكم. احنا هنا موجودين على شاطئ او ساحل البحر الابيض المتوسط، وبالقرب من ميدان نورث سكوير احد اشهر الميادين الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. بنحاول نستعرض بعدسة الكاميرا عدسة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وبدعو زميلي محمد ابراهيم واحمد البغدادي للتجول بعدسة الكاميرا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكما ترين نحن يعني في مثل هذا التوقيت، يمكن تجاوزنا الساعة 5 مساء بقليل، ونحن في النصف الأول من شهر أغسطس. درجة الحرارة يعني تكاد تسجل 28 درجة مئوية، وطبعا دي درجة مثالية للمصيفين للزائرين. كما ترين هذا هو البحر الأبيض المتوسط، لا توجد أي موجات، وبالتالي ده شجع الزائرين على القدوم والتصوير الفوتوغرافي على هذا الساحل، صور للذكرى من هذه المدينة البديعة التي تنشر البهجة. هذه هي العالمين بكل اختصار وكما ترونها في الصورة. أيضا وعلى صعيد الفعاليات، فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية واللي بينعقد تحت شعار العالم عالمين، هناك مهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل. هذا المهرجان الذي سيقدم العديد من المفاجآت السارة عند انطلاقه يوم 15 أغسطس، ويستمر لمدة 3 أيام. طبعا بيشارك فيه الفنان أحمد أمين رئيس المهرجان، والفنانة سوسن بدر، والفنان حاتم صلاح، وأيضا الكاتب عبد الرحمن جويش. هذا المهرجان يقدم العديد من الورش التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال في كتابة المحتوى من خلال الحكي، من خلال الرسم، من خلال التلوين، من خلال أعمال الصلصال، وهو بيفتح أفاق جديدة للأطفال والأحباء الصغار، وده بيعكس اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإدارة مهرجان العالمين الجديدة على الاهتمام بالنشأ والأطفال. أيضا تتواصل على جانب آخر المعارض المقامة هنا في مدينة العالمين. هناك معرض تنمية الأسرة المصرية المستمر في فتح أبوابه، بيفتح أبوابه في 6 مساء، بيقدم منتجات للهاند ميد وللأسرة المصرية، وبيساعد على تسويق هذه المنتجات. إلى جانب هذا المعرض هناك معرض آخر هو معرض الحرف التراثية التابع لمركز الفسطاط للحرف التقليدية. المعرض ده بيقدم منتجات من الخزف والفخار، وهي الحقيقة حرف بتستهوي كثير من السائحين وكثير من الزائرين هنا لمدينة العالمين، وبالتالي بيفتح فرص تسويقية كبيرة جدا للمنتجين والفنانين من صانعي الخزف والفخار. ده كل اللي عندنا دلوقتي، وأكيد هنتابعكم بكل ما هو جديد من مدينة العالمين الجديدة في رسائل أخرى. زميلنا طارق أحمد مراسل سي بي سي من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا ليك، وهنتابع معاك على مدار الأيام اللي جاية إن شاء الله. شكرا.